من البلدان العربية اخترنا السودان. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا أطباق من مطبخها. كيفك شيف؟ كيفك ملك؟ الحمد لله تمام. شو محضرنا اليوم؟ فاليوم مطبخ سوداني. حنعمل سمك على طريقة سودانية بالفرن مطبوخ مع خضرة. حنعمل بسيمة اللي هي نوع من الحلو مثل البصمة، فيها جوز الهند وطحين وسكر وزبدة. بعدين حنعمل خبز بيشبه الكريب، بيستعملوه اسمه جراسا، بنحط على وجهه بطيخ خضرة. حلو. وحنعمل سلطة بالشمندر. اوكي. حنبلش بالسمك لانه اكثر شيء بياخذ وقت. السمك حيكون بقى له بصل، فليفله وبطاطا وبندوره وجزر، رب بندوره معه، الصوص ورب البندوره وتوم. بعدين بنحط السمك على الوجه، بنحط البندوره والفليفله على الوجه وبنحطهم كلهم على الفرن مع بعضهم. اوكي. يتحمروا على مهلهم. اوكي. بعدين بس نخلص السمك ونبلش بالسلطه. يلا. حناخذ اول شيء بصل احمر. حنعمله روندليت. يعني دوائر. هي المطبخ السوداني من اشهر المطابخ الموجوده تقريبا بافريقيا، من المطابخ المشهوره لانه موجوده على نهر النيل. طبعا اكيد. فعندهم كثير غنيه بالثروه السمكيه والثروه حتى الاغنام، كل شيء، كل انواع الثروه الحيوانيه موجوده عندهم. بلد غني بالخضار، فعندهم اكيد مواد كثير غنيه واحد يشتغل فيها. طبعا كشف مطبخ اكيد. حنحط البصل هيك. باي قسم متاثر اكثر المطبخ السوداني، بالقسم العربي الموجود بافريقيا ولا بالاثنين؟ لانه هو بالنص تقريبا، جاي بين شمال ووسط افريقيا، فاكيد عنده تاثر بالمطبخ المصري مثلا. من مطابخ نهر النيل. بعدين عنده تاثر مثلا بتحس بافريقيا، عندهم الاكل تبعه بيستعمل فيه كثير جوز الهند. مظبوط. بيستعمل كثير قلبه فستق، عبيد، فول سوداني. حنعمل هذا هيك. هيدي الملعقة. ما حنحرقهم. اوكي. حناخذ ثوم. نحط ثوم. كمان نفس الشيء. كزبرة حب. هي الكزبرة حب هي نفس الكزبرة؟ كزبرة بس مش مطحونة مثل ما تشوفي بعدها. مش الكزبرة الكزبرة الخضراء؟ هي البذرة طبعا هيدي. اوكي. اللي بيطلع منها الكزبرة الخضراء. على طول بيقول لنا شيف انه نحن نقل البهارات او بذور البهارات بيعطوا طعمة اكثر بال 100% بالزيت. عم نحمرهم. بالوقت نحضر شوية بندورة. يعني فينا نستبدل هيدا الطبق مثلا باللحوم غير الاسماك مثلا، شو رايك شيف؟ هلا هذا الصحن مشهور لانه من سمك النايل بيرش اللي هو سمك النيل. نحن عم نستعمل هامور، بس هو عاده بينعمل مفضل بسمك النيل. بيجي سمكه بتشبه الهامور، نفس كميه الدهن فيها. ومشهور بهالصحن بهالطريقه. اللحومات فيك تعمليها معهم دجاج اما شغله، بس اكيد هالكزبره بتروح اكثر مع السمك. مزبوط مزبوط. طيب ممكن نستخدم اي سمك ثاني؟ ممكن حمور، سيباس، الاروز يعني. حتى فينا نستخدم فيليه، سمك فيليه. سمك فيليه بالبيت. طيب شو في الفرق بين السمك النهري والسمك البحري شيء؟ اكيد الطعم اول شيء، سمك النهري مي حلوه. سمك البحر مي مالحه، يعني ممكن تفرق كثير طعمه، النكهه تبعهم غير مختلفه. يعني انت ممكن انت وعم تذوق السمك تعرفوا اذا هيدا نهري او بحري شيف؟ السمك النهري بقلبه حسن عظم اكثر حسك. فنحن اكثر يعني معروف السمك النهري انه الحسك تبعه اقوى بكثير من يعني اكثر بكثير من سمك من سمك. انا مثلا اذا هلا بحطوا حد سمكه نهريه او سمكه بحريه ما بعرف، حتى بالطعمه ما بعرف. هلا ممكن تعرفي هي الطعمة ما كثير بتفرق، بس السمك البحري مالح اكثر، يعني بقلبه كمية يودين عالية لأنه عايش بمي ملح. في سمك وحيد اللي هو سمك بحري بنفس الوقت سمك نهري هو السالمون. سالمون بيخلق بالنهر، بيعيش بالبحر، ورجع بيموت بالنهر. مظبوط. بيتكاثروا بالنهر تقريبا. على طول بشوفهم على ديسكفري او اي تشانل للحيوانات، انا بحب شوف رحلة حياتهم كيف بتلاقيهم خمس سنين فعلا، يعني سبحان الله.
خمس سنين بيعيشوا ليكونوا هلا حناخذ شويه جزر يعني عم نشوف حتى جزر بهاي السمكه اجمالا بالمطابخ البحر المتوسط او مطابخ بلاد مطابخ بلاد الشام او الخليج ما في سمك وجزر ولا لا ممكن لا في ليش لا مش يعني ممكن يعني بيستعمل انا ما شفت هذا الكومبينيشن قبل بيستعمل لا مش انه لانه هو تقريبا موجود جزر هو موجود بكل المطابخ تقريبا بيستعمل نفس الشيء بالنسبه للبندوره الفليفله يمكن مش محبزه بالطبخ تبعنا ما بنحبها كثير بالطبخ بنحبها زي بس لا موجوده حناخذ بطاطا فينا نحط حدا رز مثلا هاي الطبخه بتاكل حدا رز بتاكل حدا خبز هن بلاد السوداني بينشهروا شيء بالرز الغز من الوجبات الاساسيه على طول موجوده على الطاوله اكيد مع الخبز حتى السميد ممكن يستعمل لانه عنده قمح مزبوط هن بيشتهروا بزراعه القمح مزبوط ناخذ شويه ملح ملح اسود هلا حناخذ السمكه ونحطها مثل ما هي كمان مغسلينها كل شيء منظفه نحطها مثل ما هي فوق الصوص تنطبخ ممكن على هلا بنحطها اكيد بالفرن بالفرن اوكي حنحط عليها بندوره حتى الدهون الموجوده بالسمك كثير مغذيه عالي بالاوميجا ما ننسى اي اكيد يعني قد ما الاوميجا مهم وقد ما بيوصونا انه نحن ناخذ على الاقل شيء مرتين سمك بالاسبوع يعني في بالصيدليات حبوب اوميجا انه الواحد ياخذ من السمك مزبوط حتى انا شو بعمل زيت السمك تكون هي مثل الجلو الجيلاتين الحبه بس في بقلبها زيت سمك بفتحها بحطها على وجهي ماسك ما بعرف اذا لك حق بس انه فيك تستعملي المهم انه ما عم تاذي حدا غيرك بحب لما بحب لما حدا يجرب يعمل مثل ما بحب انه زيت سمك يعني كل شيء تجميلي انا بحب جربه شيف ما بخلي شيء يعتب علي اذا موصله فيه بس مش انه والله من عندك لا لا سمع فيها اصلا انت بتفتح الانترنت تلاقي مليون الف زليار وصفه ساعه تجميليه ساعه للشعر ساعه للرموش ساعه للدايت بس مش يعني مزبوطين بس عم يعني انه عم نعمل شيء عم نبهك بس حنولع الفرن اكيد حيكون ولع الفرن على 180 اكيد تكون الفرن حامي عشان السمكه سخنه والفرن سخن ف بنحطها كلها سوا بالفرن 100% يستوي على مهله 180 درجه البطاطا بتستوي البندوره بيستوي كيف بنعرف كمان بنزيحها بالشوكه اكيد مشاهدينا ما تنسوا الوصفه الكامله موجوده اونلاين الشيف حاطط حتى درجة الحرارة، قد ايه وقت تقريبا المقادير المضبوطة كلها اونلاين، واللي بحب يكثر الانجريدينتس او يكثر الطبخة شو بيعمل شيف؟ يا بيضرب اثنين يا بيقسم على اثنين، نحن عاملين من اربعة الطبخات كل الوصفات، اربعة اما ست اشخاص واكيد ما تنسوا مشاهدينا هاشتاج مطبخنا هلا حنبلش بالسلطه سلطه الشمندر اوكي الشمندر كثير مشهور بمصر والسودان السودان كثير عندهم حتى انتاج من الشمندر يعني عندهم سكر كذا شغله فمشهور كخضره عندهم حنعمل سلطه اليوم فيها شمندر بندوره بصل وجزر زيت سمسم حتى السمسم السوداني مشهور كمان خل حامض ملح اوكي وبصل اخضر يلا حنبلش هلا بالسلطه اكيد الشمندر يا بينسلق يا بينطبخ بالفرن يعني خبز بالفرن بينحط بورقه الومنيوم مثل الباذنجان كمان بس بورقه الومنيوم حتى ما يحترق من برا انا بفضله مشوي
مش مسلوق. مسلوق بيروح طعم الشمندر منه بالفرن، لما تحطيه بصير طعم الشمندر اقوى. لا كل شيء اجمالا خضار بس لنسلقها بتروح بالمي طعمتها. مزبوط 100%. يعني بضل محافظه على طعمتها بالشوي. ايه هلا هيدي مشويه ولا مسلوقه؟ هي مسلوقه. بسمع انه الشمندر عنده كثير فوائد. فوائده كثير عاليه، ما ننسى انه عالي كمان بالكربوهيدرات بنشط. مزبوط. كعصير بنشط، اقصد قبل الجيم كثير منيح. حتى عنده انتي اوكسيدنت يعني ضد الاكسده. يعني انت على طول بتقلي مثلا هيدا الجوس بنشط قبل الجيم، هيدا مثلا بتغذيه بتنشط قبل الجيم. باخذهم يا شيف و قبل الجيم قد ايه بتاخذيهم؟ بربع ساعه. ما فيك ساعه ونص ليشتغل، شو ربع ساعه؟ لا يفوت على الجسم ينهضم. اه هيدا ما خصه بالتنبله. التنبله ما حنحكي عنها هلا بس على كل شيء. القهوه اذا بدك تاخذيها بقول القهوه بتوعي، بدها ساعه ونص تشتغل، مش انه شفت فنجان قهوه بوعى هلا. بده كله بده وقته. اوكي. طب بس الا الجوع. الجوع دغري بوقتها. كمان لا مش لازم. عم نحط شمندر مثل ما شفنا. يعني نحن بندخل الشمندر اجمالا مثلا عندي ببيتي لكل شيء، للسلطه، للحمص، للمتبل، لكل شيء، لانه يعني بحسه انه من الركائز المطبخ، انه كثير بيغذي وخصوصا للاطفال. هلا هي هو طيب. اول شيء بابو سكر كل العالم بتحبه. هلا في ناس ما بتحبش مندر، اوقات بيكون مش مسلوق مزبوط. مزبوط بحس فيه طعم التراب. لذلك اذا عم تسلقيه سلق على طول حطيه اول زوم بالمي السخنه، بتشيله اول زوم بيطلع منه كل التراب، اما اذا كان مش مغسول مزبوط. لانه في محلات عن جد ما فيك تغسليه مزبوط. فعلا الغالي هو احسن طريقه، بيطلع عنه كل نقول قشر التراب من برا. فينا نرجع نحطه بالفرن. فيك اما اذا بدك بتكبيهم بتحط عليه مي سخنه عن جديد. وفيك ترجع تسلقيه عن جديد بيطلع احسن. اوكي هلا حناخذ جزر، حط معه جزر. حتى عم نشوف يعني بكل المطاعم بتلاقي في عندهم سلطة شمندر اجمالا، صح ولا لا؟ 100% سلطة شمندر قسم المطاعم العربي. بيستعملوه دخلك بالمطاعم الأجنبية؟ في مثل شو مثلا؟ بيستعملوه مع الجبنة. طيب كثير مع الجبنة. هلا بالنسبة للجزر كنت بدي أذكر شغلة المنسية، إنه فينا نسله إذا بنحب، ما إجباري نخليه. أنا أحبه بيقرش بس إذا حدا عنده مشكلة مع الموضوع في أكيد يسله قبل يطغيه شوية بالمي. إيه فطيب كثير مع الجبنة، جبنة المعزة نسيتهم. طيب مع اللحمة، لحمة العجل الأبيض. كيف يعني كيف بنعمل؟ صوتي عادي مثل الخضرة. أكيد بنعمل صوتي لحاله، بنحط مع الخضرة لأنه بيلونها الخضرة. مزبوط. على طول انا بس لحطه بصحن الفتوش بيطلع صحن الفتوش كله لونه بردو. ايه بيحمر كثير. لا على طول بنحط بالوجه على حاله على الاخر يعني. جزر. بما انه سلطه شمندر هم بيسموه بالسوداني بنجر. بنجر. ايه ما بنحط جزر اكثر من شمندر، لازم يكون الجزر اقل. مظبوط. ناخذ بصل اخضر. يعني طعمة الشمندر هي الطاغية. حلو، سلطة جديدة عم نتعلمها، يعني اكيد نحن من خلال مطبخنا بنحاول مشاهدينا نجيب لكم كثير اكلات من كافة انحاء العالم بطريقة سلسة وحلوة، وحتى بانجريدينتس بمقادير موجودة بالسوبر ماركت حدنا او ببيتنا. يعني هلا بكل البيوت تلاقي اذا ما لقيت في شمندر طازج ممكن تلاقي علب شمندر. مزبوط على طول طازة اطيب احسن صحة اكثر. اكيد ما بنصح انا كشاف يعني نحن بتعرفي عندك مطاعم تصنف على حسب شو تعمل بضاعة طازة. مزبوط. فاكيد نحن مع البيت نبعد عنها على طول. مستعمل قد ما فينا مواد تكون طازه. يعني انا هلا مؤخرا مثلا بطلت استعمل علب الفطر، صرت جيب فطر واطبخه احيانا ما بده شيء كثير وقت. كل شيء تقريبا عم ببعد عن المعلبات، يعني عم بتعلم منك شيف. اطيب اصلا اذا بتحطيهم اطيب. ليش تجيب شيء احيانا بس مش اطيب؟ مزبوط. وكل مواد حافظه حتى لو مش مواد حافظه. انا ما بحب المواد الحافظه. ايه بس عمو يعني انه خلاص مش طازه.
بندوره. هلا حناخذ ملعقه نصلصهم. في حتى سلطه نصلصهم يعني نحط لهم صلصه. ايه في حتى في عندهم سلطه مش مندب تنعمل تعامل مع لبن وزيت الفستق. اه حلو. هنحط زيت زيت سمسم. سمسم فينا نحط زيت زيتون ما بحب تعمل زيت السمسم. كمان عنده كثير فوائد تجميليه زيت السمسم كثير مهم للشعر للبشره حتى للتشققات الجلديه. بسمع نحن مستعمله في عندنا مرهم ريحته سمسم مستعمله للحروق للحروق مزبوط. عصرة حامض. كيفك انت والخلطات التجميليه بتعمل خلطه هيك بتحطها على وجهك ليه بكره الصبح شايف بكره هي الحاله ليه بتدخلط اشياء حلقه بكره بتطلع المشاهدين بدنا خيار عيوننا ولبنه بعدين بكلهم ليه بدي احط اشياء على وجهي ما بعرف من مين وصفها ليه لا انه معلش شايف هلا هيدا شيء طبيعي مثلا انه زيت السمسم وين المشكله لا لا اكيد لا لبن مثلا مثلا لبن وعسل وين المشكله كمان ما بامن طب شو شو عرفك شو بقلبه للدواء هذا بس على القليل على القليل على القليل في شركه ماضي عليه مش واحد على الانترنت حط انا ما انت استعمل هيدي استعمل هيدي السلطه شو بصير معك بيجي لعند الشيف صار عنده سايد افكت هلا هيدي مبدئيا سلطتنا جاهزه حنحطها البراد تسقع شوي اوكي ومسكوها بعد شوي وهلا حنبلش بالجراسا اللي هو مثل الكريب خبز عاده بينعمل وبينحط فوقه مثل يخنه يخنه خضره يخنه خضره مع لحمه اوكي تستعمل كصحن يعني اوكي حنبلش بالخلطه هي فيها هي طحين ومي بيكنج باودر وملح بس وشو بدنا نحط بدخلها؟ حنعمل يخنه خضره شويه بندوره بصل فليفه مع بعض مع صوص بندوره طلعت طيبه نمسكهم فوق بعضهم يلا حناخذ ملح عفوا طحين يعني قد ايه في خبريات من كل انحاء العالم كل بلد تميز بطبعها الخاص كل بلد تميز بطبيعتها الخاصه بعادات اهلها يعني هيدي مثلا الخبريه انك انت عم تعملنا مثل شيء بيشبه الكريب بنحط بقلبه خضره يعني ممكن شو وديهم ليخترعوا هيدا الاختراع هيدا اكيد من خلال انه ما ننسى انه الطحين اما القمح هو من اول مواد استعملت تقريبا مزبوط كشيء مطحون والخبز كان هو اول شيء محل الصحن مزبوط ما كان في صحن فلذلك في هالموضوع ممكن اخترع هذا الشيء انه هذا صحن 100% حنعمل عجينه بتكون رخوه مثل عجينه الكريب نخفق شوي ملعقه نزيد المي شوي شوي عشان نشوف قد ايه منا مي على طول انا بمسك القنينه ويلا بتطلع رخوه بتزيد طحين بصير بدها سباحه بتزيد طحين بتطلع سميكه بتحطي مي بعدين بتعجن فولي بليها ايه خلص خلصت اطلب دليفري او بيجي لعندك على المطعم ما بتيجي لعندي على المطعم ليه؟ لانه ما بعرف تعلمي طبخ رح ازعل تعلمي طبخ رح ازعل شاف قد ايه حتزعلي؟ كثير اوكي شوية مي بعد الملح عفوا الطحين والمي قد بعضها فنخفقها هلا ليذوب الطحين منيح يعني قد ايه في الكريب له استعمالات عديده قد ايه صرنا متعلمين على طريقه الكريب او شيء بيشبه الكريب شيء بيشبه الكريب له عده استعمالات ومن كل البلدان 100% فنلاحظ انه هذا شيء ممكن توارثوه طبعا من خلال السفر من أكيد خلال أكيد. الحضارات مع بعضها بلشنا بالتبادل الاغراض مثلا البضاعه مع بعض بعدين صار في نقود بعدين صار في حضارات حروب كمان بيخصم سمكه بيعطيه محل تذكره بالدرس المدرسه كانوا يعلمونا اياهم النقش في الحجر واذا واحد ما بيعرف يخصم ما بياكل هذه قبل اللغات يا شيخ قبل ما الواحد يحكي طبعا ولا كنت منيحة عندي أنا إذا كنت عايشة بهديك الأيام كنت ما كنت انصحت
ليه؟ ما متعرفش. ما كدر. كنت بدك تعلمي ولا كنت مش حاطوك بغات أمينة. كنت رسمت لهم دويرة فهم راح يفهموا إنه برتقالة ليمونة. كل شيء ممكن. هنبلش بال أكيد العجينة اللي عملناها ترتاح شوي للبيكا البيكنج باودر تنمزج مع الطحين تعطينا المزيج اللي بدنا إياه اللي هي يعمل ثقوب. هلا هنحضر اليخنة تبعون. ده كم بندورة قلنا؟ بندورة بصل فليفلة. وبصل فليفلة خضرة ولا بدك حمرة؟ خضرة. عندي خضرة كمان هون. يلا تفضل. وعندك بصل بيضة. فأول شيء هنعمله. هنحمر مقلاية. زيت عادي قلي؟ زيت قلي. زيت سمسم فيك تستعملي زيت زيتون. بتعرفي انا بفضل زيت زيتون على طول. وين في زيت السمسم بالطبخ؟ يعني صحي؟ اكيد زيت السمسم صحي بس مشكلته الشيلف لايف تبعه كثير صغيره. يعني ما بيضاين كثير مثل الزيت العادي. دغري ممكن ينتزع، فلذلك استعماله بيكون سريع على طول. عشان هيك بنشوف حتى انانه صغار لزيت السمسم. وبيحترق بسرعه، ما هو مثل زيت الزيتون اما. ما بيحمل حراره كثير قوي. شي نهار سافرت على السودان على الصومال؟ لا اكثر شيء بافريقيا واصل على مصر والمغرب. هنحط البصل يعني البلاد الافريقيه ما زرت. لا بس اكيد بس يعني معروفه انه في جاليه عربيه كثير كبيره بلاد افريقيا. افريقيا فيها كثير بس بتعرفي واحد بين شغل وسفر قد ايه بده يسافر يعني. معك فليفلة فرمناهم كيف ما كان لأنه رح نقليهم. أنا رح نقليهم. شوية ثوم كمان مفرومين خشنين. هنحط الثوم مع البصل. والفليفلة كمان معه. وانا في الوقت هشوف السمكه بالفرن. اوكي شو رايك خلصت السمكه شيف؟ لا ما بدها شوي. اكيد بننتبه على على ايدينا وعلى سلامتنا داخل المطبخ بنبعد نحن عم نفتح الفرن لانه في بخار قوي. هناخذ هلا البندوره تعلم كل هالطبخات يا شيف. بقرا ايه بقرا وعندي طولة بال بسمع بقرا على مهلي الوصفة. بس انا شيف مطبخ مش لانه انا بحب اقرا ريسيبيات بس لازم اعرف كيف تنعمل على اللي مضبوط يعني ما اجبر اعملها 100%. يعني كم مرة بتقرا الريسيبي؟ اوقات مرة. هلا صار في اليوتيوب اسرع على التليفون. بيجيني بكون فاتحه هيك اليوتيوب فجاه بلتهب الواتساب بلتهب الهيك بتيع. فحنحط معها هلا البندوره. فينا نحط لها مثلا لحمه مفرومه. هي لحمه مفرومه والدجاج بتنعمل. هي بنعمل الخبز مع طبخه على الوجه. انا بعملها فيجيتيريان بس هي بتكون بلحمه. اكيد بنوعدكم مشاهدينا بحلقه فيجيتيريان لكل الاشخاص اللي بيعتمدوا حميه غذائيه نباتيه. شويه كزبره ناشفه شويه ملح بهم اسود مي. فهلا عم تطبخ مع بعضها. حط شويه تربى مدوره معها. اوكي فينا نحط معها زبده الفستق اذا بنحب. طيبه زبده الفستق بتطلع طيبه.
هن مشهورين بالمطبخ السوداني كثير بيستعملوا الفستق. وسبق وشفنا بحلقه مخصصه للمطبخ السوداني بشهر رمضان المبارك، شفنا قد ايه عملنا كذا طبق داخله زبده الفستق. اسمه فول سوداني يعني مظبوط هيك اكثر هيك ما في يعني سمسم في سمسم سوداني بس في ناس ما بتنتبه، عرفت كيف؟ في ناس ما بتنتبه بس يعني هو يعني اسمه فول سوداني محدد على أكيد على اسم بلدهم اكيد لانه بينعمل منه البينات باتر بينعمل منه كثير اشياء. هلا هيدي هون مبدئيا يخلطنا صار جاهزه حنشيلها على النار وبلش نحضر الخبز. اوكي خلصنا يخنة الخضرة، هنعمل هلا الخبز. يلا هناخد شوية زيت نحطه على المقلاية كمان المقلاية تكون غير قابلة للصف. مزبوط نمسحها شوي، ما بدنا كتير زيت، ما بدنا نقلي قلي، بدنا بس ندهنها بس عشان ما تلزق. ناخد كان عم نعمل كريب. يعني ما نخاف حتى اذا كانت قليله نزيدها. نزيدها. هي على طول اول وحده ما بتعرفي قد ايه بدي، بتعرفي هلا عرفت انه بدي ثاني وحده بدي زيد شوي. اوكي. مثل ما شفنا عم تعمل الثقوب تبعها. بالشوكة بنشيل خبز اللي عملناه ونحطها على ثاني ميلة. حلو نستعملها مثل الخبزة للأطفال 100% عليها مربى ونحطهم زعتر أو جبنة لبنة كل شيء بروح عليها. نمسح شوي عن جديد. شو كيف بيطلع الثقوب؟ بس لا يطلع الثقوب يعني هي عم تستوي من تحت. استوت من تحت وعم نشف وجهها من اللبن بس لنحمر ثاني وجه شوي. مثل القطايف. نفس الشيء. لأنه فيهم الكربونات. كربونات. بيكن باودر. بيكن باودر مضبوط. حمر شوي هون. كمان نشيلها، انتبه على ايدينا على طول. طبعا اكيد سلام داخل المطبخ لأنك أنت شايف يعني معود. حطها فوق هيك. بعد وحده ثالثه. نفس العجينه هذه فينا نعمل فيها اذا بدنا عجينة الرقاق. اوكي. بس نرفعها أكثر، نخليها سائلة أكثر شوي. حبدها شوي. لما هي تستوي تقريبا لحالها بتلف مثل ما هلا عم نشوف. حلوه هيك خلصنا خبزاتنا. هلا حشوف السمكه نشيلها من الفرن. اوكي على طول نبعد الاشياء السخنه طبعا عننا عن ايدين الاولاد. اكيد طبعا واكيد ننتبه نحن وعم نقلي او عم نطبخ نحط تقريبا الطناجر جوا او المقله جوا والايدين بشكل الولد ما يقدر يمسكها بايده. انا دغري بقلي جوا او بطبخ جوا مش برا ابدا.
لانه اول تعرف الاولاد بحبوا يفوتوا يطبخوا مع اهلهم فبليها يعني يطبخوا حتى لو كان اطول بالفرن يعني الولد طويل عم بيشوف نخلي الايد على طول بعيده عنه طبعا اكيد ما بتعرف كيف يتحرك ما بيعرف كيف يتحرك اوقات ما بيعرفوا ليش هيدي هي ما بيعرفوا انه هي سخنه ليش سخنه فهي الخبز تبعنا صار جاهز هلا حنجي نحطه على جنب بعدين نقدم الصحن اوكي هلا حنشيل السمكه من الفرن يلا على طول شقف حتى ما نحط ايدينا طبعا وللدخن البخار اللي بتظهر من الفرن خلصت السمكه على الاخر حنزيد لها شويه مي اكيد انتبه اذا بعد ما نحطها بالفرن شاف لا خلاص اوكي ليه حطينا مي؟ لانه شدت الصوص كثير عم بيجي نخيها شوي بس يبقى عندنا شويه صوص هي مسخنه هلا بترجع بتاخذ بعضها مظبوط اوكي حنشيلها نحطها على جنب نسكبها بعد شوي يلا هلا حنبلش بالدسر اوكي بسيمه هي جوز الهند سكر بودره سكر عادي طحين بيض زبده مي بيكنج باودر ولبن يلا حناخذ جاد زيز هناخد هنستعمل شفتي هذا 1 كاب هستعمله هو ذاته لكل ال حتى ليش استعمل قياس واحد اثنين طحين ليه سكر بودره وسكر عادي؟ السكر البودره بيمسك مع العجين جوا مع البيض والسكر الاسمر العادي بيعطيها كراميليزيشن حطينا حناخذ سكر عادي كبير خشن كبير ونص كمان هلا كبير ونص بعدين حنعمل كبير سكر بودره يعني قدام نشوف انه بالبلدان العربيه وبالبلدان العربيه وببلدان العالم اجمالا بتلاقي نفس الانجريدينتس اللي بتستعمل بطهي الحلويات مزبوط لانه هن الاساس تبع السكر واكيد هي الاشياء تورثت وانتقلت عبر التجاره صار يعرفوا انه هي بيستعملها هيك بيستعملها هيك كم بيضة؟ حنحط 4 بيضات كمان عم نشوف انه جوز الهند طيب جوز الهند يا شاب طيب كثير بالحلو حنحط كوب جوز الهند كمان ما تنسوا مشاهدينا الوصفة الكاملة موجودة اونلاين تأيدوا بالمقادير وبالوصفة بيتزبط معكم الحلو 100% تفننوا بالطعمة ملعقة فانيلا ليه ما استعملنا فانيلا ستيكس فينا نستعمل ستيكس بس لهيك طبخة مش بحاجة ما حيبين فيها اوكي هذيك بنستعملها بالاشياء فيها حليب ببين لبرا انه فيها جرينز الحبوب الفانيلا هو هناخد زبدة ملعقتين زبدة كباية مي فشفت استعملت كوب واحد هو زيته ده كل شيء حتى يطلع المقادير مضبوطة. فهيك نحن لازم نعمل بالبيت، إذا استخدمنا
كوب مثلا مياه او كوب عصير بالطحين نستخدمه بالسكر وباي شيء حتى بالزيت وبالمي وباي شيء. هنستعمل كمان كوب لبن اكثر، هنستعمل 3 كوب لبن. كوب ما بنشوف كثير بالبلدان، يعني تقريبا بلاد الشام او الخليج حلو بقلبه لبن. بلا مثل شو؟ النموره، الهريسه، ما بعرف، المشبك. ليه بيستعملوا لبن شايف؟ طيب اللبن فيه دهن اول شيء بيعطي طعمه طيبه، في حموضه معينه كمان بتعطي نكهه طيبه. بعدين بيشتغل مثل الخميره شوي، بخلي الشغله تنفخ. حلوه، معلومات جديده. حنحط عليها عصرة حامض اياها تقريبا مقدار ملعقة. بعدين حنخفق كله مع بعض. هلا العجينة طلعت شوي سميكة، بنزل شوية مي. مزبوط، بس ما بحس انه طلعت سميكة ولا لا. لا تخلط مزبوط، تاخذي كل الطحين ببعضه مع المي. يعني في ناس بتتفنن بصناعة الحلويات، هي تكون هواية، ما بتحب الطبخ العادي بس هوايتها انه تخبز كيك، تخبز حلويات. هو بياخذ وقت كثير فعلا الحلو، لانه المواد اللي بتستعمل فيه محدوده، مش كثير كبيره، مش تشكيله كثير كبيره، وبنفس الوقت بيطلع منها طعمه كثير كثير طيبه. مظبوط. ناخذ هاي، ناخذ شيء تخفق. هاي كيف بنعملها على المكنه؟ طبعا اسرع على المكنه عشان 100%. نخفق، ناكد انه ما بقى فيها اي كتل. كتل طبعا متجانسه 100%، المقادير الموجوده فيها داخله ببعض. هلا صارت عجينتنا جاهزه. ناخذ عرب الكيك، ناخذ شوية زبدة، ناخذ زبدة الكعب على الأطراف عشان ما تلزق على طول الكيك. فينا نستخدم كمان سبراي إذا موجود بالبيت، زبدة وطحين، صح شيخ؟ زبدة وطحين، زبدة وسكر. حناخذ العجينة كلها نتلقها. قد ايه تقريبا بدها تخبز بالفرن؟ تقريبا بدها نص ساعة. بس اكيد لازم نشيك عليها بكردون. طبعا قد ايه الحرارة؟ 180. اوكي. فوت على الفرن هلا؟ يلا. هالوقت حنحضر القطر تبع اوكي الكيك. القطر شو هو حنعمله؟ شو بدك نحط له نكهة خاصة ولا؟ قطر عادي، كيف بنعمله؟ مي وسكر. قد ايه مي قد ايه سكر؟ يعني إذا كباية وكبايتين مي، 4 كبايات سكر. كبايتين مي، كباية سكر. يا العلم. ما بحفظ. طيب شايف شو بدي أعمل؟ حناخذ عشان هيك ما عم تزبط مع الطبخات. أنا ما بتحفظي بس مش أكثر. كباية مي، نص كباية سكر. تعال نحط فيها فانيلا اليوم، شو رأيك؟ بس تغلي فينا، بس بالاخر بس تغلي. ايه بس تغلي حتى نوقف لها حط لها عصرة حامض، حط لها حامض او ليمون. وهلا حبلش اسكب لك صحون لدقيهم. يلا بس بدك تدقيهم، مش انه لقمه صغيره يعني عن جد. اوكي حناخذ السلطه كنا خلينا بالبراد، اخذت طعمه بعضها. زيت السمسم مع الحامض مع الخل. حناخذ شويه خس نحطهم هيك. هنغسلها طبعا
نحط عليهم. شفت الالوان تبعهم شو حلوه؟ كثير حلوين، وعلى الخس لانه الخس هيك لونه اخضر، طبعا الصحون اللي انت مختارها كثير حلوه. هذا جد سلطه فريش بالصيفيه كثير حلو. اوكي وبيبوري الجسم. غني بالفيتامينات مثل الجزر طبعا وشمندر اكيد. هشيله كمان حد السلطه على طول بيلبق الحامض كثير، لانه في ناس بحبوا حامض اكثر شوي. حطوا حامض هلا شوي طبعا وخيار. بصلتين صغار، ما بضر البصل الاخضر. اكيد هيك بنكون هذا الصحن صار جاهز. وصحتين. وصحتين. عايز كيف لك هلا سمكه؟ لا ايوه الجوروستا. اوكي خبز مع اللي احنا عملناه. يلا حناخذ العجين اللي عملناه الخبز نحط بالصحن. تفضلوا هيدا اليخنه. هاي اليخنه اكيد مثل ما قلنا فينا نحط فيها اي نوع لحمه سمك خضار، المهم نحن نطبخها ونحطها بداخلها. فينا حتى مثلا اي يخنه بالبيت اذا رحنا ما عم نتبع مثلا المطبخ السوداني فينا نعمل هاي الطريقه، نتبع هاي الطريقه بتطلع كثير حلوه ويونيك. طبعا كمان الزعتر الاخضر. الزعتر حبه حامضه وصحتين. الثاني هلا بنذوقهم كلهم مع بعض. اوكي هلا حاسكب لك السمك بدون كل شيء، بس الدسير بده وقت. اوكي ننطره. شو لك اياها؟ اوكي باخذها معي. خلص اكيد مشاهدينا بيلبق حدا الرز بيطلع كثير طيب، خاصيتها الرز لانه نحن كمان بالشعب العربي بالاجمال بنحب كثير الرز. فعلا ف بيطلع طيب حدا الرز بيعطيها نكهة. غنى ونكهه. على طول يعني انا اذا ما باكل رز كاني ما اكلت. اي مزبوط انا الرز والخبز يعني الاثنين مفضلين عندي. اذا في خبز لا انا الرز. خلص اذا في رز انا بستغني عن الخبز بس الرز لا. فالالوان تبع الطبخه كثير حلوين. هلا حناخذ سباتول نشيل السمكه مثل ما هي. وصحتين إلي أكيد. ثانك يو شيف. صحتين. هلا القطر عم بيخلص اكيد بنحط له عصره حامض. بعدين بس يخلص الكيك بنحط القطر على وجهه. وبنكون خلصنا اليوم. فخبرينا شو عملنا اليوم. عملنا سمكه نايل بيرتش بياض النيل. نعم. مزبوط على الطريقه السودانيه. عملنا يخني مع الخبز. نعم مع الجوراسا. جوراسا. وعملنا سلطه شمندر كمان مع البندوره والجزر على طريقه على الطريقه السودانيه مع زيت السمسم اكيد. وما ننسى عملنا قلب الجاتو البسيمه. البسيمه مع القطر. بس يخلص اكيد اكيد رح اخده معي. طبعا معي. وهيك اليوم بكون خلصنا وصحتين على قلبك شيف.
إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأطباق السودانية من القارة الإفريقية. أكيد أنا والشيف رح نشوفكم بحلقة جديدة، وما تنسوا الوصفة الكاملة وين موجودة على الويب سايت. نشوفكم بحلقة جديدة. باي.